الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد، فإحياء لتراث جماعة أنصار السنة المحمدية نقدم للمستمع الكريم من روائع الماضي ومن نوادر الوعظ لفضيلة الشيخ حامد الفقي المؤسس الأول لجماعة أنصار السنة المحمدية رحمه الله برحمته الواسعة وأدخله مدخل صدق عند مليك مقتدر، والذي هو بعنوان سيرة هامة وأساس مبدأ الشيعة والسبئية. ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الذين كفروا واتخذوا من دون الله آلهة سوروهم برب العالمين وعموا عن آيات ربهم الكونية في أنفسهم وفي الآفاق أنهم تهاونوا إذ لم يفكروا في الدار الآخرة ولم يقدروا للآخرة حسابا، فتهاونوا وتساهلوا وأهملوا في عمل الدار الآخرة أو في العمل وعمل الحساب للساعة الآخرة كما ذكرنا، وأن علمهم الدارك أي لم يثبت، بل الدارك علمهم في الآخرة أي إنه يأتي متتابعا لا يستقر في نفوسهم علم، فترد عليهم الأدلة لا تستقر في نفوسهم بل تذهب وتتلاشى، بل هم في شك منها، فلا يكون عندهم من هذه الأدلة يقين ولا يستفيدون منها علما ولا يتبصرون في شؤونهم الآخرة بل هم منها عمون. وقالوا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قلت لكم إن قالوا في القرآن تستعمل بمعنى اللفظ والقول باللسان، وتستعمل كثيرا بمعنى العمل الذي يقول بلسان الحال ما هو أصدق من لسان المقال. وقال الذين كفروا أي قالوا بألسنتهم أو قالوا بأعمالهم وأحوالهم وأخلاقهم وصفاتهم وإهمالهم وغفلتهم وانكبابهم على الأهواء والشهوات واستغراقهم في الشرك والوفاء، وسيعودون إلى الحياة مرة ثانية ويحاسبون على أعمالهم ويجزون على كل عمل مهما كان صغيرا، لعملوا لذلك حسابا ولكفوا عن هذا الفسوق والعصيان، ولبحثوا عن الطريق السوي والعمل الذي ينجيهم من العذاب في هذه الحياة الأبدية، ولكنهم لم يكونوا على يقين من هذه الآخرة ولم يكن في قلوبهم يقين بها، وإنما كان في قلبهم شك منها، وكان ذلك ناشئا من جاهليتهم وأنهم لا يأخذون أبدا شيئا على علم وعلى بينة، ولا يسيرون في حياتهم ولا في أي شأن من شؤونهم على علم ولا على بينة، بل هم دائما في تفريط وإهمال واستهتار، يرون الناس تعمل فيعملون، يرون الناس تكف فيكفون، يرون الناس تندفع فيندفعون، يرون الناس تتجمع فيتجمعون، يرون الناس تتفرق فيتفرقون، يرون الناس يبصوا على النور فيقفوا ويبصوا، يرونهم ينصرفون فينصرفون، فإذا سألت أحدهم ما هذا قل أتفرج، على ماذا تتفرج؟ على النور.
ألست ترى النور في كل يوم وليلة بل في كل ساعة؟ إني أراه. بيتك بشو نور في نور، فما الذي يقفك هذا هذه الوقفة؟ وما الذي يحشرك في هذه الحشرة؟ وما الذي يجعلك تضيق الطريق على نفسك وعلى غيرك وتضيع وقتك؟ بتفرج زي الناس ما بتتفرج، بتفرج. فهو لا يهمه أن يعرف لما يفعل، ولا أن يعرف ما وراء ما يفعل، ولا أن يعرف ما عاقبة ما يفعل، وإنما يهمه أنه يرى الناس يعملون فيعمل، يندفعون فيندفع. وهذا مثله كمثل عود الجش في غمرة السيف. العود من الجش لما تبقى الميه ماشيه والطيار ماشي يشيل مثل هذا اعواد كثير وحزم كثير، ولا تستطيع هذه الاعواد ولا هذه الحزم ان تتماسك، ولكنه لا يستطيع التيار ان يقتلع شجره ولا ان يحمل صخره، لانها لها من ثباتها ورسوخها ما يمنع عنها هذا السيف، فتتغلب عليه ولا يقدر ان يغلبها. فهم كهذه الاعواد في هذا السيف، وهم يقررون ذلك. انت اشتكون واحنا اشتكون، احنا عود في وسط حزمة حطب، ونحن اعواد في وسط حزمة حطب. وهذه الأعياد في وسط حزمة الحطب، حزمة الحطب نفسها ترميها في الطيار ويسحبها الطيار ويروح يوديها. فهم لذلك ليس عندهم الفكر الذي يحاول أن يعلم، والذي يحاول أن يحسب، والذي يحاول أن يدبر، والذي يحاول أن يحكم. فإن الفكر الذي أعطاك الله إنما أعطاه لك علشان تحكم به أمرك وتحكمه في تفكيرك، في تدبيرك، في سيرك، في شؤونك. فلا تتحرك في شأن من الشؤون إلا بعد أن تفكر ما هذا الشأن وما وراءه وما عاقبته وماذا يعود علي من خير أو من شر. وذلك إنما يكون عند الإنسان العاقل الشاكر لنعمة الله، الإنسان الحي، الإنسان المقدر لفضل الله عليه في الإنسانية. فإنه لا يمكن أن يخطو خطوة ولا أن يتحرك حركة إلا بعد أن يفكر ويدبر ويحكم أمره في هذه الحركة. أما هؤلاء الذين دارك علمهم، أي إنه لم يثبت ولم ترسخ منه ولا فكرة في قلوبهم ولا عقولهم، بل هو لا يكاد يستقر حتى تأتيه عاصفة من هوى الجاهلية فيذهب ويعود القلب خاليا ويعود الفكر فارغا وتعود النفس خلاء خرب. هؤلاء هم الذين تقول أعمالهم وتقول أحوالهم ويقول كل شأن من شؤونهم أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. تبقى إيش سورة تبقى مصيبة سورة إن طلعنا تاني وحاسبنا، ولكن مين اللي رجع من هناك وقال لنا؟ ومين اللي جاء بعد ما مات وأخبرنا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير وقصص يقولها ويقصها الأولون حتى
يخوف الناس، وإلا مفيش شيء من ذلك، وإنما هي حياة نمرح فيها ونلعب ونأخذ حظنا من شهوات البطون والفروج ونستمتع ونتفرج، وبعدين فيها فرج. وإن كل كافر من الكافرين، إن كان من اليهود أو من النصارى أو من الوثنيين أو من عباد النار، فإنهم يبيدون بالآخرة ويعتقدون أن ثم آخرة. حتى قدماء المصريين الوثنيين، حتى فرعون فإنه يدين بالآخرة، وهذه آثارهم في مقابرهم تدل على أنهم كانوا يعتقدون أن هناك آخرة. فتجد أنهم يكنزون معهم من جواهرهم وأموالهم وكنوزهم وبعض أطعمتهم، زاعمين أن ذلك ينفعهم ويحتاجونه إذا هم قاموا من هذا القبر وخرجوا إلى الحياة مرة ثانية. وهذه عقيدة الكافرين في الآخرة ليست هي الآخرة الصحيحة الحقيقية التي وصفها الله سبحانه وتعالى، فإن الآخرة الحقيقية لا يصلح فيها ذهب الدنيا، ولا تصلح فيها زينة الدنيا، ولا يصلح لها طعام الدنيا، ولا يصلح لها شيء من الدنيا، إلا إذا قدمت الدنيا على أنه عمل للآخرة وسبيل للآخرة ومدخر في الآخرة أجره وثوابه. أما أن يكون شيء من ثيابكم أو شيء من ذهبكم ونقودكم أو شيء من قمحكم وطعامكم ينفع للآخرة ويفيد صاحبه في الآخرة، فذلك هو اعتقاد في آخرة ليست هي الآخرة التي أخبر الله عنها على ألسنة جميع رسله. أما إنكار الآخرة مرة واحدة وأنه ليس وراء هذه الحياة حياة وليس بعد هذا الموت بعث ولا رجوع، فإن ذلك لا يدين به إلا قليل جدا من الناس، وإن كان اليوم كثير. ففي الأيام الماضية ما كان يدين بهذا الكفر وينكر الآخرة وحسابها، ما كان يدين بهذا إلا القليل، وإن كان اليوم كثيرا جدا. فإن أكثر الناس المتعلمين اليوم في المدارس المدنية والتعليم المدني الأوروبي سلخهم مرة واحدة من عقيدة التدين، حتى أصبحوا يقولون إن المتدين هو الخامل، وإن المتدين هو الكسول، وإن المتدين هو الأبله، وإن المتدين هو الرجعي، وإن المتدين هو المتأخر، وإن سبب تأخر الناس إنما هو التدين. وأصبح هذا في الناس اليوم كثير مع الأسف ممن يتسمون بأسماء إسلامية وممن ينتسبون إلى أسر إسلامية، بل وممن ينتسبون إلى آباء أصلهم شيوخ وعلماء من علماء الدين في الأزهر. ومع هذا فإن هؤلاء وإن كتبوا وإن خطبوا وإن قالوا في مجالس، فإنما يختمون ويكتمون ويقولون على أنهم أيضا أعواد كغثاء السيف، لأن بيئتهم ومجتمعهم يزعم أنه متمدن وأن العلم والحضارة وأن الرقي والتقدم إنما يطلب بذلك تضمجارونه
وهم يجاهرون بعضهم ويراؤون بعضهم، ولكنهم في الحقيقة وفي الواقع إذا كذبتهم الأمور واشتدت عليهم الضائقات وأصابهم المرض العنيف فإنهم يفزعون إلى الله ويلجؤون إلى الله ويذكرون أيضا الدار الآخرة، وإذا سألته فما بالك وما بال مقالاتك وخطبك، يقول كانت هذه في أيام الشباب الجاهلي وطيش الشباب. وكثير منهم قابلناه بعدما كبر وبعدما دخل في مآزق الحياة وشدائدها وعثره الله بهذه الحوادث، يعود متبينا تبين أمه وأبيه، فإذا سألته قال لقد كانت هذه من نزوات الشباب الجاهلي. إذن فالحقيقة والواقع أن جميع الناس وجميع بني آدم يعتقدون في آخرة ويدينون بأن هناك رجوع إلى الحياة بعد هذا الموت، ولكن اختلفوا في هذا الرجوع. فمنهم من يعتقد أنه رجوع إلى هذه الحياة على كل ما فيها، وأنها دورات وأطوار يتطور الإنسان فيها فيعود إلى هذه الحياة على هذه الأرض على هذا النظام. وهؤلاء الصوفية، والصوفية العميقين اللي فاهمين الصوفية، لأن أصل عقيدة الصوفية أن مفيش آخرة بالمعنى الذي يذكره الأنبياء، ولفيش جنة ونار بالمعنى الذي يذكره الأنبياء، بل ومفيش أنبياء لأنه ليس هناك رب، مفيش رب، وإنما ربهم هو النواة التي خرج منها هذا الكون. مثل كمثل النواة والنخلة، والنخلة بتخرج وتطلع بلح وجريد وما إلى ذلك، ثم يطلع من هذه النخلة نخلة تانية، لأن النواة اللي في البلحة بتطلع نخلة تانية، وهكذا دائما تتطور من نواة إلى نخلة، ومن نخلة إلى نواة، ومن نخلة إلى نواة، ومن نواة إلى نخلة. فعندهم الآخرة هي أنه يعود إلى أصله ثم يرجع مرة ثانية إلى طور ثاني. وأظن فيكم من يفهم في الزراعة، فإن النواة من البلح بتطلع صنف تاني، نخلة تانية صنف تاني، وتطلع في المرة الثالثة نخلة صنف ثالث، وهكذا من نفس النوع. فلذلك يقول لك إن الإنسان النهاردة في هذا الوقت في هذه الحياة كان بطال وفاسق ومؤذي، فده يرجع للنواة وبعدين يطلع بلحة تانية أخف من البلحة الأولى، فيطلع إيه؟ يطلع قرد أو يطلع حمار أو يطلع معزة أو يطلع خنزير أو يطلع تعبان وهكذا، لأنه النخلة بتطلع كلها بتدور وبتطلع جريد وبطوق وليف وجذوع ومش عارف ايه وبلح فيس وبلح كذا وكذا وكذا، يشوف
فيقول لك النخلة الإنسان البطال رح يموت، يعني يرجع ثاني إلى أصله، وبعدين يطلع ثاني في الطور الثاني أخف مما كان أولا في شكل حيوان خفيف، ويعذب في هذا الطور أي في هذا الحيوان، إن كان حمار يشيلوه، إن كان جرد يلعبوه، إن كان ديب يضربوه، إن كان يهربان، إن كان تعبان إلى آخره، وبعدين يموت، فيرجع ثاني وتكون حياته في كرم أو حياته في تعبان أو حياته في حمار كفرت عنه حياته الأولى وهو إنسان، وبعدين يدخل ثاني في أمه ويرجع ثاني في بلحة ثانية جديدة تكون أحسن من البلحة الوسطانية دي اللي كان فيها إيه؟ كرد أو حمار، وبعدين يتصلح يطلع في بره الدور الرابع بلحة أحسن، إنسان أحسن، وبعدين إذا ما استقامش يرجع ثاني يطلع قرد أو خنزير وهكذا. وما كذا عندهم مفيش حاجة اسمها نهاية لهذه الحياة، نهاية لهذه الحياة مفيش، إنما هي دائمة خالدة إلى ما لا نهاية، والإنسان يموت فيها أي يعود إلى أمه النواة ويبقى فيها مدة ويرجع ثاني النخلة تطلع بلح ويطلع هو يا شوكة يا حوطة يا بلحة تاني شكل وحش وهكذا يموت. وهذه عقيدة الصوفية، وإن كانوا لا يفرقون بها إلا فيما بينهم وبين بعضهم وفي كتب خاصة منهم. وهذه عقيدة الشيعة، عقيدة الشيعة الذين يتشيعون لعلي وأولاد علي، فيقولون إن علي رح يرجع، وأن معاوية رح يرجع، وأن الحسين رح يرجع، وأن يزيد رح يرجع، وأن علي رح يرجع علشان يقتل معاوية، ويزيد رح يرجع، وحسين رح يرجع علشان يقتل يزيد، وأن كل واحد من أولاد علي فإنه سيعود ويعود أهل الزمن اللي كانوا وياه علشان يقتلهم، وهكذا يعتقد هؤلاء، وتسمى هذه بعقيدة التناسخ أو عقيدة الرجعة. فمن أساس دين الشيعة ومن أمهات أركانها عقيدة الرجعة، ومعنى الرجعة أن الناس سترجع إلى هذه الحياة، ويرجع آل البيت فينتقمون ممن ظلمهم، كل في دوره وكل في زمنه وكل مع من ظلمه ينتقم منه وهكذا. وهي تسمى أيضا عقيدة التناسخ، ومعنى التناسخ أن الإنسان تنتقل روحه في صورة أخرى تنسخ صورته الأولى، فتنتقل روحه في جسم قرد فجسم القرد يمسخ جسم الإنسان، أو تنتقل في جسم حمار فجسم الحمار نسخ جسم الإنسان، وبعدين تنتقل في جسم تاني، وبعدين تنتقل في جسم تاني، ومرة تنتقل من حمار إلى جاموسة، ومن جاموسة إلى جمل، ومن جمل إلى غفيل، وهكذا عندهم تتناسخ الأرواح، أي تنتقل من حيوان إلى حيوان ومن حيوان إلى حيوان، وبعدين توصل آخر إلى إيش؟ إلى إنسان يأخذ دوره هو الثاني، إلى حمار وإلى قرد وإلى معزة وإلى جدي وإلى كذا، بعدين لا ينزل إنسان وهكذا استثناء غيره. وكل من يدين بالصوفية يعتقد هذه العقيدة، وإن لم يستطع أن يعبر عنها. ولذلك فإن المصريين شيعة، كل المصريين رفض، وعقيدتهم عقيدة رفض وهم لا يشعرون، وده باقي من آثار الدولة العبيدية اللي يسموها الدولة الفاطرية، غرست في نفوسهم هذا وبقي هذا وهم لا يشعرون به. ولعلكم تستغربون، ولكن لما تعرف الدليل فإنك لا تستغرب. كنا في صغرنا ولا يزال الأطفال حين ينزل المطر يقول يا راجل عم علي زويد
مظبوط ولا لا؟ هذه عقيدة الشيعة الرفض، أنهم يعتقدون أن عليا في السحاب هو الذي ينزل المطر، وأن هذا الرعد صوته، وأن هذا البرق صوته. كرباج اللي يضرب به يصيب السحاب اسمه الرعد البرق هذا، والرعد صوته وهو يصيب السحاب هذا صوته، ولما يضرب السحاب بالكرباج فيظهر البرق هذا صوته. فإحنا من صغرنا ولا يزال أطفال مصر يقولون حين يرون المطر يا بركة إيه عم علي زوج. فهذه باقية في نفوسهم إلى الآن ومستقرة وإن كانوا لا يشعرون. ثانيا إن المصريين جميعا خليه فصل لا يذكرون عليا إلا الإمام علي وكرم الله وجهه، ابن ابو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، قال ابو بكر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه، قال عثمان رضي الله عنه، ما فيش واحد يقول قال الامام ابو بكر ولا قال الامام عمر ولا قال الامام عثمان، انما جميعهم يقولوا ايه امام علي. ومعنى ذلك أن أبا بكر كان معتديا في ولاية الإمامة وأنه لم يكن له حق في هذه الولاية، ولا عمر ولا عثمان، وكان الصحابة جميعا معتدون في هذا ظالمين. احنا اللي خلعنا أبو بكر وخلعنا عمر وعثمان ولا نقر له بالإمامة ولا لواحد منهم، والإمام بس علي لأنه هو كان مظلوم وكان أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر. فالمصريون كلامهم معرفش يضيرهم، إنما كلامهم في كتبهم وفي خطبهم وفي مجالسهم الإمام علي. مظبوط ولا لا؟ أبو بكر أبو بكر، عمر عمر، عثمان عثمان، علي لا الإمام علي إمام علي. وهذا معناه أن الصحابة ظلموا واعتدوا واغتصبوا هم وأبو بكر وعمر وعثمان، واتفقوا على الخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اغتصاب الحق وتبديل، لأن الشيعة يقول أن الوصية بالخلافة كانت لعلي، وأبو بكر والصحابة ظلموه واغتصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اغتصاب الحق وتبديل، لأن الشيعة يقول أن الوصية بالخلافة كانت لعلي، وأبو بكر والصحابة ظلموه واغتصبوها منه وخانوا وصية رسول الله وخانوا الأمانة وبدلوا دين رسول الله. وقوم المصريين في هذا باعترافهم لعلي بالإمامة وأنهم لا يذكرون عليا إلا بالإمامة وأبو بكر وعمر وعثمان من غيرها دليل على أنهم يعتقدون أنه كان مغصوبا، وأن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة وخونة ومبدلين لدين رسول الله. وإن الشيعة أي كرم الله وجهه، ذكرت رضي الله عنه لكن ده إيه كرم الله وجهه ليه؟ يقول لك لأنه ما سجدش الصنم، وأبو بكر لم يسجد قط ولم يخضع لصنم، وإن كان عمر وإن كان قد كان وثريا في الجاهلية ولكن الله أعز به الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما قبله. والشيعة لا يقولون ذلك حبا في علي ولا إكراما لعلي وأولاد علي، وإنما يقولون ذلك كرها للإسلام وبغضا للإسلام.
وإنما اختاروا علي لأن علي رضي الله عنه لنفسه عليهم أن يغروا المسلمين ويجلهم من النخر. علي رضي الله عنه وأرضاه تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، وكان له من ابنته حسن وحسين رضي الله عنهما. وكيفما كان فجدهم لأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حسن وحسين يركبان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فلا شك أنهما لهما الحب من نفسنا، ونسأل الله أن يرضى عنهما وأن يجمعنا معهم في الجنة نفسك في هذا. ومن هذه النحية علي رب سبحانه الرسول ذو الصطمة أولاده يلتجد النفوس أميل إليه، فدخلوا من هذا الطريق استغرى بي دخل منها وأخذوا يضربون على هذه النغمة. يعمل ايه؟ كيف يكيدون للمسلمين؟ اولا تلج اعداء رسول الله، ثم يليت العبارة ابو بكر ثم وعمر، لانهم يكرهوا الرسول، لان الرسول هو الذي ازالت رسالته بالكفر. وملك الفرس كان له آلاف السنين مملكة تعيش قريب من 2000 سنة، مملكة بملكها بوزرائها بمدارسها بمعاهدها بسياستها باقتصاديتها بجيشها، ثم يجيء الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيلها مرة واحدة من الوجود. هذا شيء فظيع. وكان هذا على يد مين؟ اولا الذي بدأ به ابو بكر، لان ابا بكر رضي الله عنه حين فرغ من حروب الردة ودخلت جيوشه الى الشام وبدأت تنتصر، وجه بعض هذه الجيوش الى العراق، ثم دخلت شيئا قليلا ومات ابو بكر، فولي عمر، فتم في وقته مسح هذه الدولة الكافرة مرة واحدة. فلذلك هم يكرهون عمر اكثر مما يكرهون ابو بكر. وعلشان يستطيعوا انهم ينالوا من ابي بكر وعمر يقوم ينام منه بطريق ايه؟ بطريق من طريق علي واولاد علي. فبأي طريق ينال منه؟ ينال منهم بطريق انهم يزعموا ان عليا كان اولى بالخلافة لان الرسول نص عليه ووصى به وألفوا حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الحج في طريقه الى المدينة نزل في مكان عند غدير اسمه غدير خم، وجمع علي وفاطمة وحسن وحسين ونشر عليهم كتابه وقال هؤلاء اهل بيتي، اللهم والي من والاهما وعاد من عادهما، يا علي انت ولي في الدنيا والاخرة، يا علي انت وصي، يا علي أنت لك الخلافة، تعال يا عمر، تعال يا أبو بكر، اشهدوا هذا علي هو وصي وهو ولي الخليفة من بعدي. وهذا كذب استلقه أولئك المجرمون لا أصل له أبدا، ولكن أشاعوه وأذاعوه ونشروه ودفعوا فيه كثير حتى روضوه. وعلي رضي الله عنه وغفر الله لنا ولك احنا خفين ها؟ وليه؟
طيب زي بعض معلش طيب بعض. وعلي غفر الله لنا وله رضي الله عنه فإنه من العشرة المبشرين للجنة ومن أهل رب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. علي بر إنسان بشر وكل بشر فإنه ما في شك إنه يقبل على هذا على حب الرياسة أو على إني يعتقد إنه هو يكون أولى بأن يكون خليفة وأنه أكبر على الخلافة وأنه أحق بها لأنه ربيب الرسول ومتربي في حجر الرسول وأنه عارف وأنه جزء من الرسول صلى الله عليه وسلم. وده يعني طبع الإنسان وجبلة الإنسان. والله بيغفر للإنسان بأعمال أخرى من الصالحات كثيرة. فلما تولى أبو بكر خلافة وكان هذه الولاية وهذه الخلافة من الله لأن الإسلام مش بتاعكم ولا بتاع الناس ولا بتاع الرسول. الإسلام من الله ولله. الله سبحانه وتعالى هو الذي هيئ وقيم خلافة أبي بكر ثم عمر لحفظ الإسلام. ولولا أن الله قيد أبا بكر وعمر لضاع الإسلام ولم يبق منه بقية. فإن العرب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخبت وارتدت ولم يثبت على إسلامه إلى أهل مكة والمدينة بس والبس كله استدوا قالوا ده الإسلام والدين ده كان له بس هو وقت حياة حي بس وبعد ما تنتهي نرجع لديننا نشوف دين تاني. فكان الأمر يحتاج إلى أقوى إنسان في قلبه وصبره وأوسع صدر وأكبر إنسان وأحسن واحد يتأتى الأمور ويدير الدفة لهذه الأناه وهذا الصبر. فلم يهتم الوقت ولم يتزعزع. لو جه برض عمر ما كانش هيكون كده لأن عمر لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ وبرش حتى قال من زعم أن محمد قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الصابرين شاكرين. قال عمر فسقط السيف من يدي وأنا لا أشعر وكأني والله ما سمعت هذه الآية إلا الآن حين تلاها أبو بكر. وجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه الذي ما تتعتع ولا تلكأ ولا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام لا ولا لما ولا على شتيم أبدا. لمجرد ما قال له أنا رسول الله قال صدقت وصدقتك وآمنت أنك رسول الله. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قلب أبي بكر هو القلب الذي يحب رسول الله الحب الصادق أكثر من حب جميع الناس أكثر من حب عمر. وما أمر الله بأمر إلا كان أبو بكر أسرع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لهذا الأمر. ولو أذن أبو إيمان الأمة كلها وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. فلما مات رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلفه واختاره للصلاة خليفة عنه. فلما مرض كان إذا غاب قال يصلي أبو بكر. فلما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي. فقالت عائشة يا فلان يا بلال
مر عمر فليصلي، فإن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب، إذا قام يصلي فإنه يبكي فلا يسمع الناس صوته. قال يا بلال مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف القلب. قال مر أبا بكر فليصلي بالناس إن كل صواحب يوسف. فصلى أبو بكر، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف في الصلاة أحدا إلا أبا بكر، ولذلك قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاتنا، ألا نرضاه لدنيانا. فلما مات أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر في بيته، كان له بيت خارج المدينة اسمه الصلح. فلما بلغ الخبر جاء سريعا فدخل وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي كنت حيا وميتا، والله لم يجمع الله لك الموتتين. ثم غطى وجهه وخرج إلى الناس وهو في غاية الصبر وفي غاية الثبات، وهو الذي كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فإذا به يجد عمر وهو يهدر كالبعير بسيفه، فقال وإذك أيها الإنسان حرمتك، ما هذا الذي تقول؟ وتلا عليه هذه الآية، قال عمر فعاد فثاب إلي رشدي وعادت إلي نفسي، وكأني ما سمعت هذه الآية إلا الآن من قبل أبي بكر. والله لقد كان أبو بكر خيرنا وأفضلنا دينا وأعقلنا عقلا وأرشدنا رشدا وأحكمنا في كل أمر. ثم اختاروا أبا بكر رضي الله عنه، وكان اختيارا من الله موفق كل التوفيق. فلما كان هذا الاختيار جاء آل بني هاشم وأقارب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أين ميراثنا من رسول الله؟ جاء العباس قال لعلي يا علي قد أخذوها منا، فأين ميراثنا من رسول الله؟ قال اذهب إلى أبي بكر. فذهبوا إلى أبي بكر فقال على عيني ورأسي، وإنكم والله لأحب إلي من أهلي وقرابتي، ولكن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فما أستطيع أن أقسم تركة رسول الله وقد قال رسول الله ذلك. إن لكم منها ما للمسلمين، فإني سأعطيكم منها ما أعطي المسلمين، ولكن لكم فوق ذلك ما تشاءون، أما تركة رسول الله فهي للمسلمين ليست لكم. فذهبوا وبقيت فاطمة مخاصمة لأبي بكر إلى أن ماتت، ومكث علي ربان على أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة. ثم جاء وقال على المنبر وصعد المنبر وقال أيها الناس والله إني ما تأخرت عن بيعة أبي بكر استنقاصا له ولا عيبا عليه، والله إنه لخيرنا وأبرنا وأقوانا على حمل هذا العبء، فإنه لأشدنا أمانة عليه، فاشهدوا أني الآن أبايعه أمامكم. تبايع علي رضي الله عنه. ثم جاء عمر فجاءوا إليه وقالوا ميراثنا وتركة رسول الله، فقال يا عباس ألست قد ذهبت إلى أبي بكر وشكوت إليه وقال لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ يا عباس
اني والله اقوم فيها كما يقوم ابو بكر سواء بسواء، ولكن خذوها خذوها ثم انتم نفذوا فيها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذوها وكانت اموال ونخيل وبساتين واراضي. ثم جاءوا بعد ايام وقالوا يا عمر، قال خير جرى ايه؟ قال انا نرد اليك تركه رسول الله. ليه؟ بل اختصمنا فيها. قال ملك لكم فانها تفتح علينا بابا من الشر، خذها انت وتصرف فيها كما كان يصرفها ابو بكر. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان عمر بطل الاسلام وعز الاسلام، وكان عمر الحصيف الذي يفر الشيطان من طريقه. اذا سلك عمر واديا سلك الشيطان واديا اخر. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان عمر الذي يقدر الامانه قدرها ويعرف المسؤولية وما وراءها، ويحاسب نفسه ويقول للناس يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كان عمر لا يشبع إلا إذا شبع المسلمون، فإذا علم أن هناك مجاعة لا يأكل إلا الخبز بلا إدام، لا يأذن الخبز بغيث من رفض يأكل الزيت، يأكل خبز حار، فأقول إن ذلك أولى به أخي المسلم. كان عمر الذي يعرف ان هذا الدين شجن ورصه في حلوق اليهود وغيرهم، وانهم يعملون الكيد له، وانهم سيحاولون ان يحاربوه بكل ما استطاعوا، فاخرج اليهود من جزيره العرب من طبره، قالوا اننا هنا بامر رسول الله. قال واني كذلك انفذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كانت اخر وصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا يبقى في جزيره العرب ديلان. يلا ولكنه لم يظلمهم، بل لهم غصنكم تساوي كان، بيوتكم تساوي كان، فضلوا ثمنه وابنوا غيرها واسكنوا غيرها في بلاد الشام. وكان عمر اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه، وجه عن المسلمين خير الجزاء. كان ينظر بنور من الله، فكان حين يرى الشخص ويسمع كلاما يعرف وهو المتوكل ماذا يقصد بنظره وماذا يقصد بكلامه. بلغه ان احد الناس يسال عن الذاريات، معنى الزاريات فيه خذوا هاتوه تلف السرهالة، معناها بسيط جدا، هاتوه تعال يا فوز، ايه اللي مشكلة عليك؟ قال لي مشكلة علي الزاريات. قال له صحيح؟ ايوه بسيط يا ورفع خدام. قال له هات تفسير الزاريات. فجاب حزمة جليد اخضر، ها؟ واخذ يضربه على رأسه، ولهذا تفسير الزاريات. قيل قال حتى يخرج شيطان الزاريات من رأسك. زاريات الزاريات عايزة تفسير مش واضحة مش مفهومة، انما سمعنا يعني جاي تفسير في المسجد ايه ومعناه ايه. وما زال يضربه وهو يعلم ان قصد فتنة تشكيك. فكان عمر اللهم ارض عنه
حين أدنى اليهود خرجهم من جزيرة العرب يطلعوا، بقي منهم رؤسائهم كعب الأحبار وكم واحد جاي نأخذ من إطلاع شخص المسلمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. فبقي كعب وأصبح حجته معاه، فلا يقدرش عمر. فمر على أبي هريرة ومر على كم واحد قاعدين يحدثهم وشايف كعب والجماعة دول، قال له تعالوا يا غير. نعم. وعلاه بالدرة، قال له انت قاعد تحدث فيه. قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله. هو انت فكرت ان الحديث عن رسول الله سهل؟ فإن بلغني أنك تحدث بحديث لا تأتي عليه بشاهدين لأعلونك بالدرة. قال له حاضر يا أمير المؤمنين، فإنما يقصد بذلك أن يؤدب هؤلاء لأنهم ما بقوا مسلمين، إنما لبسوا الإسلام علشان يقعدوا هنا للفتنة ولزلزلة العقائد ويندثوا في وسط العوام ويقول أي سمعنا والتوراة والرسول جان وقال الرسول، وعندئذ تنطلق وأنطلق. لا 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 بس اسمع انت في الحاجة. ابن جرير اللي مستهل، ابن جرير اللي مستهل. وتلاثم الأمر ومعالجة الجسم بالعافية قبل أن يحل به الداء أيسر بكثير من العلاج بالدواء. فلما رأى الناس ذلك عرفوا أن عمر صاحي ومصحصح، فتكونت في ذلك الوقت الجمعية الباطنية الملعونة الملحدة التي تكونت من كعب الأحبار ومن غلام المغيرة أبو لؤلؤة ومن فلول الفرس واليهود، حتى يكيدوا ويضربوا ضربتهم. وكانت أول ضربة أنهم لا بد أن يزيلوا عمر من الطريق، لأنه ما دام عمر فلا سبيل لهم أبدا إلى عمل شيء. فدبروا قتل عمر وتطوع الفداء الملعور في سبيل الشيطان أبو لؤلؤة، وضرب عمر بالخنجر المسموم، ثم قتل نفسه بعد أن قتل 13 من الصحابة. وسأل عمر انظروا من الذي ضربني؟ قال هو أبو لؤلؤة. قال الحمد لله الذي لم تكن منيتي على يد رجل من يدعي الإسلام. وكان هذا الرجل من كبار قادة الفرس، وباع نفسه، النفس عبد خدوه باعوه، حتى جاء إلى المدينة مخصوص علشان يقتل عمر. وعند موت عمر وقتل عمر انفتح الطريق، فقالوا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقد كان يدعى صاحب السر، انها فتن وستكون فتن. فقال له عمر الا تخبرني؟ قال لا. قال له اسالك بالله لا تخبرني. قال له على الا تخبر بها احدا. قال له ولك ذلك. قال ان بابها انت يا عمر. فقال عمر يفتح الباب ام يغلق ام يكسر؟ قال بل يكسر. فكان قتل عمر هو كسر الباب. فلما قال له يكسر قال عمر اذا لا يغلق يا حذيفة، لانه متى فتح ممكن يترك.
مع تحيات إخوانكم أحفاد الشيخ محمد حامد الفقي وأسرته، راجين المولى جل شأنه أن يتغمد الشيخ بواسع رحمته، وأن يغفر له، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلحقه بالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في يوم الجمعة في 7 من شهر رجب عام 1378 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق في 16 من شهر يناير عام 1959. نسأل الله أن يلحقنا به على خير ما يحب.